السلام عليكم خوتي، كيدايرين لاباس عليكم؟ عفوا عاود السلام عليكم خوتي، كيدايرين لاباس عليكم؟ وصافي يونس يلا سير. السلام عليكم خوتي، كيدايرين لاباس عليكم؟ بخير كنتمنى يكون كلشي بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد قناة ديال يونس وأشواق، فيديو جديد على قناة يونس وأشواق. المهم اخوتي اليوم غادي نديرو لكم فلوك، راح حنا بالدار ديال الراحه، حنا سالينا دابا ورتبنا وما كملناش كلشي. المهم حيت حطينا شي حاجات كنا خديناهم، شي حاجات مثلا خديناهم على حسب هاد الدار شويه كبيره على فين كنا قبل، وهاد ما كناش عوالين نرحلو، جانا بشكل مفاجئ ما كناش عوالين عليه، ولكن بغينا نشاركو معكم اليوم شي بعض لقطات. شي لقطات يعني غادي تسمو هذا كجزء الاول، وغادي نشارك معكم الوصفه ديال البغرير، وصفه ناجحه 100% ان شاء الله تعجبكم. انا بعدا عجبتني وحق الرب لا غير تبقى ديريها. انا الصراحه اول مره ندير بغرير وصدقني فرحانه به، فرحانه حيت درت اول مره وصدق ليها، وهذه المره الثانيه وشاركته معكم. وغير ديروا بغريت تبقى ديروا مع الزيت البلديه، نقول لكم شو مع البرداتي وحق ربي كيكون واعر. المهم غادي تشوفوا معنا اللقطات اللي درنا. المهم واحد السيد مسكين تمحل معايا شي شويه كذا، المهم غير راه ما شديناش. المهم شي لقطات ان شاء الله نتمنى يعجبكم الفيديو هذا، غيكون غير الجزء الاول حيت كيكون ما غاديش يكون طويل. الجزء الثاني غادي تشوفوا، المهم غادي نوريكم ايوا حتى الاخر. بركه خليني نتنفس يلا ليتس جو. مسكين حاجي شنو كيدير؟ شنو كيدير؟ نجي نعاونك صافي. لا لا ما تصبر، منسورة. يا هذا
نمشي لهيك بلاش شويه انا شكل يعني تو ماتش تو ماتش تو ماتش وين انت فريد ما يبي اي كان موف ذيس اه جاست بوت السلام عليكم الخوت كي دايرين لاباس عليكم بخير كلشي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده المهم هاد الحاله ما ستيوش عليها راني عييت 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 كيف ما كتشوفوا اليوم درنا لكم فلوق ديال ما غايبانش معايا يونس حيت باقي حاصل كيركب الماريو صراحه حطينا غير داكشي اللي مهم ودابا غادي ندير العشاء حيت الساعه مشى الحال حتى فاش كنحطوا الكاميرا ما عرفتش فين راه تلفين على ربيش وانا باقا بحوايجي باش جيت باقي ما جبتني حوايج راني شاده الكاميرا بيدي والله الا عييت المهم خليكم معايا دابا غادي نمشي نطيب غنخليكم معايا حتى لاخر الفلوق المهم لأول مره يشوف الفيديو واول مره يشوف يتعرف على القناه ديال نايلاج وكم المحتوى ما تنساوش ديروا سبسكرايب ولايك وخليونا لكم مونتاج اللي كيشجعونا باش هكا ديما نعطيكم اكثر. السلام عليكم خوتي مرحبا بكم وقيل الكاميرا سوا الكاميرا حيت مازال ما ريقلناش بزاف ديال الامور المهم انا عاد بنت كانت الروينه بزاف نسالي نسال واحد هاد الليله ولا جوج وما تسالاش واش شي مازال ما تسالاش مازال كاينين واحدين في المطبخ ديال المطبخ دوك الخزاين خصني نركبوهم وحنا ام اشواق راه مازال حتى هي في الروينه ديالها الروينه باغا ندير بغرير الروينه باغا ندير بغرير اجي تشوفوا معايا المهم غجاك معاكم بغرير حيت درتو داك المره تقريبا درت جوج كيسان ديال السميد سميده جوج كيسان من هادو دابا غندير كاس ديال الدقيق غنعبر المهم عارف شو باش ندير هاد بغرير هاد النهار كنقلب الحاجه ميات عام في الكراتن حيت باقي ما ركبنا هاد غنشوف شكون ركبنا البلاكارات ميات عام ميات عام كنقلب الحاجه خلاص مازال ما ركبناهمش عندك شي مازال مروان مروان ما بغيتش دابا نستف وعاود من بعد يجي يجي لي ركب لنا وعاود خاصني نخوي هاد الشيء عاود خاصني المهم يعني روينه بزاف يلا وغادي ندير معلقه ديال الخميره ديال الخبز اولا الخميره الفوريه معلقه كبيره ممسوحه انا حيت راه ما عادش فيها معلقه كبيره غندير جوج صغار المهم وغادي ندير من بعد غنخلط هادشي بجوج ديال ثلاثه ديال الكيسان ونص ديال الماء بعد غنديرهم في مولينيكس مع خميره الخبز ومعلقه ديال الملحه وشويه ديال سنيده وحتى يتخلط كلشي عاد غنضيف هادي في الخلاط اخر شي غنضيف بيكنج باودر معلقه او 8 ديال الغرام ديك خنيشه حمراء وصافي ديك الساعات غنوريكم كيفاش كيطلع هانتوما شوفوا بغرير كيطلع زوين كيتثقب كامل المهم في الاول السر ديالو في الاول انكم تجهدوا شويه البوطه حتى يتثقب لكم وعاد قللوا له باش يتحمر شويه من تحت وديك الساعه صافي حيدوا البغريره ديالكم كيتثقب صراحه من اول مره درتو صدق يا سلام وكيجي لذيذ بزاف وكيصدق من اول استعمال وما كتخليوه لا يختمر لا حتى شي حاجه مباشره من اول ما طحنت درتو فوق البوطه كيف ما كتشوفوا والمقله اهم شيء ان المقله تكون ما كتلصقش وكل خطره ما بين كل بغريره وبغريره كنغسلها كنبردها بالماء وكنشفها وعاده كنحط البغريره ديالي المهم خليكم تشوفوا حتى الاخر كيفاش كيجي الشكل كيجي راه رائع كيجي المهم موجد الفطور وهذا هو البيت اللي تقريبا تقريبا استفناه مازال خاصو صراحة شحال من حاجة مازال ما علقنا الريدوات حطينا يلاه التلفاز هنا وجيت مع الفطور مع الطبلة وجدات خاصها غير ديك التحتانية يركب
وخاص هذا كيركب خاصنا الشينيور. المهم باش لا تمشغل خاصنا الزربيه، لحقاش بدلنا فوتوي وحيدنا ديك الزربيه القديمه. وين انا؟ المهم عرفتي حتى حاجه ما بغات تقاد كرف السلامه ما عرفتش كيف يعني. داك المره واحد جوج ركبنا هاد الناموسيه بس جمع احمد شنو قبلته نتوما كيف ما كتشوفوا هذه قابله وغنصوروا لكم بعدا ان شاء الله. يزاد كيركب هاد الطبله هذه عند التحتاني ديالها، هذه خديناها من ايكيا كتجي مفسوخه خاصك عاد تركبها. المهم حنا ما غاديش نديرو تغييرات، غنديرو اضافات. يعني ما غاديش نبدلو هادشي لحقاش ديجا بدلت، كنت خديت كناب كري كبير زعما ما ظنيتوش غيجيني في هذا البيت كبير بزاف، كنت باغاه يجيني بنفس الطريقه اللي جاني هذا، ولكن فاش جبته جاني كبير وشد لي البيت كامل ورجعت بعته وخديت هذا جاني حسن وجاني اللون ديالو الكري قريب مع البلومارين، عجبوني هاد جوج لوان مع بعضياتهم. وغندير تغيير في الطبله، نقدروا نصبغوها ولا نبدلوها، المهم حنا غنشوفوا شنو غنديروا. استرجع شحال كيف المهم هذا البيت ديال الكلاس كيف ما كتشوفوا غيرت الكناب، مازال غنديروا شي تغييرات غنخليكم معايا حتى تشوفوا شي اضافات ماشي تغييرات، ان شاء الله غنبقى نصور لكم اي حاجه درتها جديده. المهم الدار هكا كيف ما كتشوفوا، يلا سالينا الروينه. المهم هي ماشي شي حاجه اللي واو على قد البيت ديالنا، انا غادي نوريكم هذا البيت ديال النعاس، بدلت الناموسيه والماريو تطببات هادشي تطبب. المهم خاصني شي اضافات لحقاش الدار اللي قبل كانت صغيره ما كانتش هزالي بزاف ديال الحوايج، فمازال خاصني نزيد. بالنسبه لهاد المرايه درتها هنا راه باقي عندي شي روينه بحال هاد الكارطون باقي ما استفتو، نديكم الكوزينه باقي عندي مروونه شويه الصراحه. هنايا هادي جايه في الطخيله، درت هنايا الطبيله ديال الماكله جايه حدا الكوزينه، ملي كاينه الباب راه طلع فيا يمشي ساليه باش يشدو شالي الضيون. كاينه هنا واحد البوله زوينه كتعطي واحد اللوينات هما كيف ما شفتو في الحمامه والزريره الشطابه. المهم هادشي راه باقي عندي مرون، مازال ما رتبت بزاف ديال الحاجات. وهادي الكوزينه راه كيف ما شفتو عندي اللواني، ها الكرات باقا ما صفتو ما غادي نصفهم دابا، وعندي اللواني مرونه واحد درت كسكسو كيف ما شفتو. بالنسبه لهاد البلاكارات هما ما كانوش، هاد الدار غير دخلت لها ما كانوش فيها هاد البلاكارات، عاد ركبناهم النيت، جا واحد السيد ركبهم لنا وباقي بغيت. المهم دابا نشوفوا شي اضافات غادي نزيد نضيفهم، باغا نزيد ندير تمايا واحد خاصني ضروري نفصلو وتا تشوفوا معايا ان شاء الله غير نكمل. دابا غير درت لكم حاليا يلا استالينا تانستالينا فيها. المهم
المهم اخوتي في هذا الفيديو سالينا وغادي يجي واحد الفيديو القادم ان شاء الله غيكون على اضخم تطبيق في العالم ديال القنوات المشفره اكثر من 4000 قناه ان شاء الله من ضمنهم القنوات ديال بين سبور. بغيت غير نقول لكم انه كيخدم على السمارت اللي عنده السمارت وكيخدم على الاندرويد سمارت اندرويد والتليفون اندرويد خليها مفاجاه غيكون صح شيء يعني واحد التطبيق رهيب جدا غيعجبكم وغد وما تنساوش ديروا لنا سبسكرايب واللي اول مره كيشوف القناه يدير لنا اشتراك ويدير سبسكرايب يشارك في تفعيل الجرس ويدير لنا شي اراء زوين ان شاء الله وتحياتي خوتي. De ce type BN Sport.